جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل كتابي الأذكار للنووي والوابل الصيب فيها أحاديث ضعيفة مع بيان كيفية العمل في هذه الحالة، وكيف نعرف صحيحها من ضعيفها، وهل هناك كتاب يعتني بالأذكار الصحيحة؟ نعم، قد لا تخلو هذه الكتب من أحاديث ضعيفة، ولكن الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذه الحالات في الأذكار وفضائل الأعمال، كما نص على ذلك أهل العلم، بشرط أن لا يكون ضعفه متناهيا، ولا سيما إذا كان له شواهد تقويه. ومعلوم أن هذين الكتابين، الوابل الصيب لابن القيم والأذكار للنووي، أنهما كتابان جيدان، لأنهما من تأليف إمامين عظيمين من أئمة الإسلام، فهما لا يضعان في هذين الكتابين ما لا يصلح العمل به. فالحاصل أن هذين الكتابين محل الثقة، والحمد لله، لا سيما وأن العلماء نصوا على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يكون ضعفه متناهيا. نعم.